صباح الخير عليكم. الفيديو ده هقول لكم على شوية حاجات كده ما تعملوهاش وانتوا موجودين في تركيا، وتخلوا بالكم منها كويس جدا علشان تقدروا انتوا تستمتعوا بكل لحظة في رحلتكم. اول حاجة كده عايز اقولها لك ان انت ما تستعجلش وتصرف فلوسك كلها مرة واحدة، لان الاسعار حاليا في تركيا كل يوم بيختلف عن التاني، ومش بس كل يوم، بالعكس انت ممكن الصبح تلاقيه بسعر وبالليل تلاقيه بسعر تاني، فيفضل ان انت تغير فلوسك على مراحل مش كله مرة واحدة. الحاجة التانية اللي عايز اقولها لك ما تستعجلش ان انت تشتري سيم كارد او خط بسرعة. ليه بقى بقول لك كده؟ عشان خاطر هنا في ثلاث شركات، في ترك سيل وفي ترك تيليكوم وفي فودافون. الثلاثة كل حاجة منهم ليها مميزاتها كل فترة او بتعمل اوفرات كل فترة. حد شوية يعمل لك اوفر 20 جيجا بايت انترنت، وحد تاني 30 جيجا بايت انترنت، وحد تالت مثلا الفترة الحالية في ترك تيليكوم عامل 45 جيجا بايت انترنت. ده غير كمان الاسعار بتاعتها بتبقى متفاوتة، حوالي 400 ليرة 350 ليرة 300 ليرة، فعلى حسب. فعشان كده خد وقت ان انت تشوف انه افضل حاجة وتختار المناسب. الحاجة التالتة برضو اللي تحطها في عين الاعتبار ان انت وانت بتشتري اي حاجة من اي محل هنا في اسطنبول او تركيا بشكل عام، راجع الفاتورة بتاعتك قبل ما تتحرك من المحل، وراجع عدد القطع اللي انت اشتريتها، عشان في شوية ألعاب وحاجات بتحصل في الموضوع ده، ان انت تكون مثلا مشتري خمس قطع وتلاقيهم في الرسيد ست قطع او سبع قطع، ساعات بيضربوا القطع على مرتين، خلي بالك. اما بقى الحاجة الرابعة المهمة جدا، ان انت حاول تقلل من ركوبك للتاكسي وانت في اسطنبول، لان سواقين التاكسي هنا مش اظرف حاجة، بياخدوا منك الفلوس ويجي يقولك لا انت مديني اقل. يعني مثلا هنا عندهم عملات شبه بعض في اللون، ال 200 ليره نفس لون ال 10 ليره، فانت بتيجي تديلهم 200 ليره وتبقى منتظر الباقي، يجي يقولك لا انت مديني 10، انا اللي مستني الفلوس. فخلي بالكم عشان خاطر الحاجات دي برضو بتبقى موجوده. ده غير كمان ان هو بيعتمد ان انت سايح ومش عارف الطريق، فبيفضل يلف بيك كتير لحد ما يوصل للمكان اللي انت عايز تنزله، فتلاقي في الاخر ان العداد عامل معاك رقم محترم. المعلومة الخامسة، تتكلمش مع حد في السياسة ولا الكورة، لان حاليا الوضع السياسي في اسطنبول يعني مش لطيف، لان هم داخلين على انتخابات، وانتخابات رئاسة كمان، مش حكومة ولا بلدية، ده انتخابات رئاسة. فالشارع التركي هنا منقسم لشقين طبعا، بطبيعة الحال موجود في أي حتى وأي دولة في العالم، ناس مؤيدة وناس معارضة. فبرضو يفضل ان انتم ما تتكلموش مع حد في السياسة الفترة الحالية حتى ما نشوف هترسى عليه في الآخر، وبعد كده نبقى نعمل اللي احنا عايزينه. وبرضو الحاجة التانية، ما تتكلموش مع حد في الكورة، لان هم متعصبين لانديتهم جدا جدا جدا. الحاجة السادسة بقى اللي انا من رأيي ما تعملهاش وما تفكرش فيها، هو موضوع التاكسي فري او التاكسي ريفاند، اللي هي يا جماعة بتكون الضريبة اللي موجودة على المنتجات اللي انتم بتشتروها من اي بلد. ده بيبقى سهل جدا في اي دولة اوروبية او في دولة اسيوية، الموضوع بيبقى منظم وبيبقى كويس. هنا في تركيا هقول لكم اللي بيحصل كالاتي. رقم واحد، انت بتطلب ان الفاتوره تكون تاكسي فري، لازم تحط حاجتك كلها في شنطه واحده والتيكت يكون عليها، دي حاجه. الحاجه الثانيه، ان بعد ما تاخد الفواتير بتاعتك هتروح على المكتب اللي انت هتسترد منه الفلوس، بعد ما تيجي تسترد الفلوس هتلاقي ان الفلوس راجعه لك بالليره، والليره ما بتشتغلش عندنا في مصر، مش موجوده، او هم ما بيتعاملوش فيها ولا بنوك ولا صرافات، فانت بالنسبه لك كده حرقت الفلوس بتاعتك. الحاجة التانية، هتستردها بالدولار، وحالة ان انت هتستردها بالدولار فهيتم معاملة الشراء بالدولار بسعر المطار مش بالسعر الطبيعي بتاعه بره، فهتلاقي نفسك ان انت خسرت فيه. الحاجة التالتة، ان هو ممكن يرجعها لك على الكارت بتاعك، ودي بنسبة 90% مفيش حاجة بترجع. فعشان كده بقول لكم بلاش موضوع التاكسي فري، ده غير الطوابير والزحمة اللي هتلاقيها موجودة في المطار عشان موضوع التاكسي فري ده بالذات. ده غير كمان ان انت هتيجي بعد ما تلاقي ان انت عامل مثلا 10 فواتير تاكسي فري، تيجي المطار تيجي تقول لهم الفواتير، هيجي يقول لك والله لا، اصل اللي نازل على السيستم 3 بس او 4، بقيت الفواتير دي مش هتسمع عندي، فانت كده هتكون شربتها.